الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفلوج ده. قبل اي حاجه وقبل ما اتكلم عن اي حاجه يا ريت تحت هتلاقي في زرار سبسكرايب او اشتراك، يا ريت تدوس عليه مش هتخسر اي حاجه. تاني حاجه انا عارف ان انتم متضايقين مني علشان ما نزلتش فلوج، ممكن نقول بقى لي اسبوعين، بس ده والله الظروف خارجه عن ارادتي. شكل اللي عندي مشاكل في الاقامه بتاعتي، بقدم عليها بقى لها 6 شهور وما طلعتش، فهو ده يعني من ضمن الاسباب اللي ما خلتنيش اصور بلوج، لان الموضوع يعني يخنق، لان لو انا ما استلمتش اقامه وخلصت امتحاناتي مش هعرف انزل بلدي. السبب التاني زي ما انا ضايقتكم انتوا كمان ضايقتوني في حاجه. اخر فلوج انا منزله بتاع لحوم حلال في اوكرانيا، لو شفتوش اتفرج عليه. ما كانش عليه يعني ما دعمتونيش كويس فيه، ما كانش فيه الفيوز، ما كانتش عاليه زي الفلوجات التانيه، فياريت يعني يبقى في شويه شغل على موضوع السبسكرايب او الاشتراك في القناه او تعملوا لايكات، يعني اسهل حاجه. ثاني حاجه عاوزها منكم ان انا عاوز كومنتات منكم، يعني عاوز كومنت منكم علشان اعرف انتوا عاوزين تشوفوا ايه في اوكرانيا. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه بقى النهارده. وصلت ميدان ستريتشي ميزي. ميدان ستريتشي ميزي من اشهر الميادين هنا في خاركوف، يعني ممكن تقول عليه هو الداون تاون. اللي بيميز الميدان ده هو ستايله وشوارعه مختلفة تماما عن خاركوف. كمان في هنا المتحف التاريخي. المتحف التاريخي كنت عايز اخش اشوف اللي جواه، بس للاسف ممنوع التصوير جوه، فقلت ملهاش لازمه اخش اتفرج عليه لوحدي، يعني انا كنت عايز افرجكم عليه من جوه. وكل الدبابات اللي انتوا شفتوها بره والحاجات دي، الحاجات دي حقيقيه من ايام الحرب العالميه، دي الدبابات بتاعه الجيش الاحمر اللي هو كان جيش الاتحاد السوفيتي. الدبابات دي طراز T-34، وفي كمان 4 مدافع حقيقيين من ايام الحرب برضو على بوابات المتحف. انا دلوقتي هروح حاجة مشهورة جدا برضو هنا، اكبر كاتدرائية في اوكرانيا او تاني اكبر، مش فاكر، مش عارف هي اكبر او تاني. خاركوف عندهم حوالي 700 نصب تذكاري، بيقدسوا جدا الحاجات دي، الحاجات التذكاريه اللي تبع الجيش او شخص عالم او الحاجات دي. في 700 نصب تذكاري. الكاتدرائيه اللي احنا رايحينها دلوقتي دي هي دلوقتي المقر الرئيسي لبطركية موسكو، وتم تصميمها
على تصميم كنيسة أو كاتدرائية فلاديمير بالعاصمة كييف. فيها أكبر برج جرز اتبنى على ارتفاع 80 متر. من جوه الاول انا الموضوع كان بالنسبه لي رهبه جدا، زي ما قلت لكم اول مره اخش كنيسه، ومش كنيسه كمان، انا داخل اكبر بتراكيه في اوكرانيا. التصميم الهندسي من جوه حاجه مختلفه تماما عن التصميم من بره. تقريبا كل حاجه، ما اعرفش هو كل حاجه معموله بالذهب، هو ده ذهب فعلا حقيقي ولا لا، بس حاجه من جوه تحفه. الناس ما كانش عندها اي مشكله في التصوير، انا كنت قلقان انه ما يبقى في اي مشكله، ما يردوش يخلوني اصور او كده. طبعا يعني الواحد داخل جوه مش فاهم اي حاجه، يعني ما اعرفش الناس هي بتعمل ايه، ولا يعني انا داخل كده وخلاص. انا كل اللي عملته ان انا استاذنت من الامن ان انا اصور، والراجل وافق ما عندوش مشكله، بس انا ما اعرفش هما بيعملوا ايه جوه. يعني في ناس بتولع شموع، وناس بتشرب ميه، وناس بتمسح بميه، وحاجات غريبه كده. فانا
اللي عملته كله ان انا دخلت ايه صورت، بس انا مش فاهم هو ايه اللي بيعملوه جوه. فياريت لو حد ما حد يشوف الفلوج ده وفاهم هو بيعمل ايه، ياريت يبقى اكتب لي في الكومنتس عشان انا عاوز اعرف ايه، يعني اعرف المعلومة دي ايه اللي بيحصل جوه. بس بتتراقية تحفة بجد، تحفة من التصميمات الهندسية الوهم يعني. بس تفتكر معقولة يعني، او تفتكروا من معقولة من جوه فعلا كل ده ذهب؟ اسم البتتراكية اسمها انيوكيشن كاتيدرال، بمعنى كاتدرائية عيد البشارة. دلوقتي انا طلعت من كاتدرائية، هوريكم نهر من نهر خاركوف، هو تقريبا معرفش هو في غير ولا لا، بس هو بالنسبة لنهر النيل ده ترعة يعني، اسمه نهر لوبان. يلا نشوف. حاجة لذيذة قوي اللي هو ان انت تقدر تأجر مركب وتقعد تتمشى في النهر، بس هي دي ما كانتش موجودة في الشتاء. انا اول مرة اشوفها اول ما الجو ابتدى يتحسن، مع ان الجو الايام دي مش كل يوم بحال يعني، يوم شمس يوم مطر، امبارح كانت بتشتي مطر رهيبة جدا. في كمان حاجة لذيذة قوي على يعني زي ما ممكن نقول الكورنيش مثلا، عاملين زي مرايات كده كده في الحدائق، في مرايات كتير كده. لمدينة خاركوف وأوكرانيا وكده، عشان فيها حاجات بتبقى هاند ميد، عايزين نتفرج عليها. المشوار كان طويل، متوقعش انه يبقى طويل كده، بس كله هنا عشانكو، عشان ما بقاش غايب فترة كبيرة عنكو. بس يا ريت على قد ما انا بتعب واصور واعمل فلوج، ويمكن في حد منكم بيستفيد من الحاجة اللي انا بعملها، يا ريت انتوا كمان تدعموني اكتر والشانل تكبر على ايديكو، لان انا مش هقدر اعمل الشانل، مش هتكبر بالفلوجز بتاعتي، هتكبر بيكو. فيا ريت تدعموا اكتر، تقولوا لي الاخطاء اللي في الفلوجز، لو انت الفلوج عجبك تعمل لي كومنت، برضو لو ما عجبكش تعمل لي كومنت عشان ابتدي احسن في الغلطات اللي عندي. انا عامه بقرا كل الكومنتس. هطلع دلوقتي البيت علشان اظبط الفلوج اللي انت بتتصور اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، وانزله ان شاء الله. وعاوز اخر حاجه اقولها لكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة تحت، يعني في هتلاقي في زرار احمر تحت كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، يا ريت تدوس عليه. واشوفكم الفلوج الجاي، وان شاء الله مش هتأخر عنكم تاني. اشوفكم على خير.